يلا عظيم. قصدنا وجاي بكير تاكل عنا منقوشة، مش اكل مثل عشير ولا بصيدة ولا مغدوشة. سبيسيال وفيها شي كتير، بزعترها مش مغشوشة، لو كلتها مرة بتصير زدت الزير بقلب البير وصياد بالخرطوش. نحن هلا عند الخال، الخال بزعت يشوع اشهر من ان يعرف، بيشو الشبيبة بتنبسط تتسلى، بيعطيهم بيوت شعر، اللقمة بتاخد العقل، بتذكر بيكون عندك البطاطا مع بيض مع خضرة، الجبنة الزعتر، حتى الكفتر والقوارمة والقوارمة والطعمة شوي خال بقطع. يلا هاتي بقى انا بساعدك من هون؟ يلا ننزل من هون. ننزل من هون. حلو الطريق. هيدي بيني وبينك ما حدش بيستعمل الاكل ابدا، نحن بوريه وخبرك. بيستعمل لي ملعقه وبيستعمل لي ايده وبصير يعمل لي حركات مثل بركات خير. هيدي هيدي طبعا شو بتلعب معنا خير. هي لازم تلزق بمحل بتمغطها شوي؟ ايه. هيدي بكره بدي يسرقوها بيني وبينك. هيدا الرش السحري. هاي الرش السحري هاي المنقوشة المشهورة، تختلف بملفوفاتها، بشكلها، بقرشتها، بحجمها، وبزعتراتها، ملفوفاتها، وبنعنعتها، وبخياراتها، وبملحاتها، وبكرمها، وبورقاتها، وبصحبها. يا ويلي وبتبلش بالأكل. واو. يلا بدنا نبلش فيهم هلا. ها هاي ترويع غدا عشاء. هاي المنقوشة اللي ما اكلتوها بحياتك بعد. يلا على بشي. خيال جنون جنون.